لازم نعرفه قبل كل شيء هو لازم موجود عندنا بكل قطعة بلاستيك، مثل ما تشوفون مثلث، عندنا مثلث لي جوه صغير بكل قطعة بلاستيك، لازم يكون عندنا مثلث لي جوه. وما أعرف دا يبين عندكم أو لا. هذا المثلث هو متكون من ثلاث أسهم، هذه الثلاث أسهم هي علامة إعادة التدوير أو التصنيع الريسايكل، يعني هذا الشيء يقدر يصير له إعادة تدوير وتصنيع. هاي أول شيء لازم نعرفه عن علامة المثلث. هسه نجي للمرحلة الثانية، لازم نعرف الرقم الموجود داخل المثلث. كل رقم موجود داخل المثلث يدل على شيء. طبعا الأرقام اللي تنكتب بالبلاستيك هي 7 أرقام، من رقم 1 إلى رقم 7. رح نبدي ناخذ كل رقم وشنو معناه. عندنا رقم واحد أكثر شيء نستعمله إحنا ببطل المي، أكثر شيء يستعمل ببطل المي. مثل ما تشوفون هنا علامة المثلث، مرات تكون هي هنا علامة المثلث مكتوب رقم 1. رقم 1 هو معناته استعمال مرة واحدة، يعني هذا من تستعمله لازم تذبوه، ما يصير تستعملوه مرة ثانية، لأن إعادة استعماله يطلع مواد مسرطنة تضر الجسم، فمعناتها رقم 1 ممنوع استعماله أكثر من مرة. زين هسه تقولوا لي شنو الأشياء الثانية اللي بيها رقم 1؟ أنطيكم مثلا أمثلة، عندنا بطل المي، عندنا علبة النوتيلا دائما تقرون على المثلث رقم 1، عندنا علب الصلصات مع السلطة، عندنا علبة الكاتشب. طبعا هذه المشكلة، هذا رقم 1 أكثر الأشياء اللي كل بيوت يعيدون استعمالها أكثر من مرة، مع العلم هي أكثر الأشياء اللي ما يصير تستعمل بس لمرة واحدة، فكلش لازم ننتبه على هذا الموضوع. هسه نجي على رقم 2، عندنا رقم 2، رقم 2 دائما يستعمل، رقم 2 ورقم 4 يستعملون بالأشياء اللي تكون بيها ألعاب أطفال أو غلاف سيديات أو علب التنظيف والشامبو، هنا تلقون رقم 2 أو 4. مثل ما قلت لكم عندنا رقم 2 و4 تجي للمنظفات للشامبو والأغلفة السيديات، هذا رقم 2 و4. نجي على رقم 3، رقم 3 يعتبر من أخطر أنواع البلاستيك، وبصراحة أكو دول مثل ماليزيا وغيرها منعت استعماله، بس أول دولة منعت استعماله رقم 3 هي كندا، منعت استعماله كليا بالأسواق. رقم 3 هو من أخطر أنواع البلاستيك، ويعتبر من البلاستيك اللي كلش يضر الصحة، فالمفروض ما حد يستعمل أي بلاستيك مكتوب عليه لي جوا رقم 3. هسه حكينا إحنا على رقم 1، قلنا استعمال 1 2 و4، قلنا سيديات وغراض الشامبو والأشياء، ورقم 3 قلنا هو من أخطر أنواع البلاستيك. وصلنا إلى رقم 5، رقم 5 هو أأمن وأحسن أنواع البلاستيك اللي نقدر نستعمله واللي يكون هو آمن لصحتنا. دائما لازم دورون وتقرون رقم 5. عندنا هاي الأشياء هسه قدامكم الآن جايبتها كلها رقم 5. طبعا رقم 5 آمن بالاستعمال، وتقدرون تدخلوه للمايكرو تحمون بيه، ما بي أي مشكلة، وتقدرون تخزنون بيه بالثلاجة وتخزنون بيه بالفريز، يعني هو أأمن شيء للاستعمال بالأكل وللتخزين وللتسخين. فدائما من تريدون تستعملون شيء ما يضر الصحة روحوا دوروا حافظات وأشياء مكتوب عليها رقم 5. وهسه وصلنا إلى رقم 6، رقم 6 مثل ما تشوفون عندي هاي النموذجين الفلين والبلاستيك. طبعا الفلين برقم 6 يعتبر من أخطر الأنواع وكلش مضر للصحة، وللأسف هواية مطاعم تستعمل وكافيهات يستعملون الفلين، أو المطاعم تستعمل بوجباتها السريعة العلب الفلين مثل وجبات البرجر والوجبات الثانية، وللأسف هم ما يعرفون شقد هي تضر الصحة وكلش خطر تخزينها أو التسخين بيها أو تدخيلها للفريز. لذلك لازم كلش ننتبه إذا اشترينا شيء وخلينا إياه بعلبة فلين نرجع رأسا نحولها إلى حافظات أو معون أي شيء عندنا بالبيت، أو حافظات عليها رقم 5 ونضمها بالفريز أو بالثلاجة أو نسخن بيها، لأن هذه تحول إلى جسم مواد كلش ضارة.
أما رقم 6 البلاستيك يكون أفضل من الفلين. هسه وصلنا إلى رقم 7. رقم 7 إلى اليوم ما حد محدد هل هو مضر بالصحة أو مفيد، لذلك واحد يتجنب استعماله، لأن هو رقم 7 عبارة عن كل أنواع البلاستيك يستعملوها بهذا النوع، هو خليط من كل أنواع البلاستيك. للأسف رقم 7 يستعملوه بأشياء كلش مهمة، مثلا ترامز المي مع الأطفال مع المدارس مكتوب عليها رقم 7، ويستعملوه بالبطل مع البراد، يعني هسه إذا أنتم عندكم بالبيت براد مع المي حتروحون تشوفون البطل راح تلقون مكتوب داخل المثلث رقم 7، أو يستعملوه بقناني الحليب مع الأطفال. وأتمنى كل الناس بأن تنتبه بأن تحول قناني الحليب مع الأطفال يا أما زجاج يا أما تقرأ عليها رقم ما مكتوب عليه رقم 7. فهسه عندنا صارت كل الأرقام مال البلاستيك اللي أنا وضحت لكم كل نوع وكل رقم شنو بي. بقى عندنا آخر معلومة اللي هي هم لازم ننتبه عليها، دائما إحنا نستعمل حافظات بالبيت ونخزن بيها الأكل وبعدين نخليها بالمايكرو ونحمي بيها أو هاي. طبعا استعمال الحافظات بالتكرار وبالغسل المستمر رح تظهر بي هذا النوع الأبيض، يعني عندي هذه الحافظة هسه وهاي الحافظة بعد الاستعمال. أنا بقيت أنتظر أريد أوصل لهذا الشيء حتى أقدر أسوي الحلقة وأشوفكم إياه. هذا الأبيض هو المادة اللي طلعت على الحافظة، طبعا هذه المادة كلش خطر لأن هي حتقدر تنقل المواد الكيميائية من هذه الحافظة إلى الأكل اللي أنت تسخن به ويدخل جسمك ويسبب أضرار كلش خطرة. لذلك أول ما الإنسان يشوف هذا اللون الأبيض يطلع بالحافظات تحاولون رأسا تتخلصون من عدها وتستعملون حافظات ثانية. أنصحكم تستعملون الحافظات المكتوب عليها رقم 5 وحتكون استعمال واحد وتذبوها، أو يكون حافظات من الزجاج اللي هي كلش مفيدة للصحة.